بالنسبة لي التجنيد كاين في المغرب اللي معاه وكاين اللي ما بغاش التجنيد. كل واحد حر في الرأي ديالو، حر في حياته، وإنما أنا كفنانة مغربية لو كان ما كنتش عايشة خارج أرض الوطن ما مزوجاش، كنت أول وحدة غتكون في التجنيد. أنا كان عزيز عليا الاعتماد على النفس، عزيز عليا سبور، عزيز عليا ندافع على البلاد. أنا هكا يمكن شي حد اخر يكون عنده راي مخالف، كل واحد رايه يحترم، وانما التجنيد هو فقط يعني مخالف على داكشي اللي كيسمعوا متداول في السوشيال ميديا انه الفياق بكري وكيتكرفصوا. لا بالعكس، يعني الفياق بوقته، كاين واحد اليومين اللي كينعس فيهم بنادم، كاين الاعتماد على النفس، كاين سبور، كاين مجموعه ديال الامور اللي الناس ما عندهمش في راسهم، يعني متشبعين فقط انه التجنيد هو التكرفيس. لا انا شخصيا كون كما قلت لك انه ما عايشاش خارج ارض الوطن وما مزوجاش وهذا، كنت اول وحده غادي تكون في التجنيد، ولو انه رغم انه البنات هو اختياري كنت غادي نمشي.